اوه شوف ايش لابسه. او ماي جوش ايش هذا رياضية؟ ايوه مرة مبسوطة بلبسها. ايوه كيف؟ تلمع. اوه بتلعب بلاي ستيشن؟ شوف حبيبها. لا تخلي حبيب. او ماي جوش او ماي جاد. مكتوب تحت لازم ندور على طريقة اني اخرب يوم المعلمة الشريرة. ما نعرف خلينا نشوف الادوات اللي هنا. اوه بخاخ. ايوه خلينا ناخذ البخاخ هذا. اوه لازم دحين ادور على الريموت كنترول حق التلفزيون. اوه شوف هذا حق التنس. أوه. كورة تنس. تنس ولا بيسبول؟ هو بيسبول صح؟ صح إيمانة حسنتي. طبعا حاخده. اعتقد هذا لازم احطه خلف التلفزيون. ولا شيء زي كذا. طيب خلينا ندور على غرفة التلفاز. اوكي. شو كيف تتمرن هي؟ اوه هي بتتمرن. فين الغرفة من اول قاعد ادور عليها. ايوه هذا المطبخ هنا انا عارف انه المطبخ هنا. خلينا نشوف الدواليب اول شيء. ليش الريموت؟ زيت. ما كان في زيت من اول فاكيد راح احتاجه. ايوه اوكي. طيب خلينا نروح غرفة التلفاز. اوكي. اوه لقيت الغرفة. أيوة. طيب اول شيء حسويه خليني اقفل الباب اول شيء عشان هذيك ما تيجي. لقيت الريموت. طيب بخيت الريموت. يس. الحين مكتوب تحت لازم احط جهاز البيسبول ورا التلفاز. تعرف ايش حتنخدع هي حتحسب ان الريموت جهاز بلاي ستيشن. لا انسى اشبك التلفزيون بالكهرباء وبحط زيت هنا حتى تطيح. اوكي اوكي خلينا نشوف اذا راح يزبط المقلب. شو هذا؟ لا خلينا لا او ماي جاد شكلها ايش رد الامر. او ماي جاد او يس الحمد لله وقفت. آه. ليش دائما لما تلعب بلاي ستيشن تلبس هذا اللبس؟ ايوه ليش؟ عشان وي. الوي؟ مره تبغى تفوز اليوم تحسب انه جهاز وي. بس هذا جهاز حق البيسبول. ضربت وجهها مسكينه ما مرناها. لا احسن تستاهل. وهذاك طاح من الزيت. حاول يساعدها بس طاح. يلا نبغى كور كثيرة تطلع. ايوه كذا. الحمد لله زبط المقلب الاول. بنستخدم كاشف المعادن في حديقة. على فكرة انس من زمان يبغى يشتري هذا الجهاز. بس الصوت ازعج المعلمة الشريرة. جات لها فكرة. ايش فكرة؟ بتحط هذا الشيء في الارض. ايوه عشان شريرة. الشوك جعل الجهاز وخرب الجهاز. قاعدة تضحك. طيب يا معلمة الشريرة حننتقم منك. ايوه مكتوب تحت لازم ندور على شيء مغناطيسي تتعلق بالمعلمة الشريرة. يعني لازم نحول المعلمة الشريرة للمغناطيس اتوقع. كيف حنسوي كذا؟ لا لقينا مغناطيس. لقينا بس كيف حنستخدمه ونخلي المعلمة المعلمة المغناطيسية. اوكي عندنا المغناطيس بس ايش نسوي بيها؟ خلينا نطلع فوق نشوف ايش الادوات الثانية اللي تقدر تساعدنا. اوكي ايش المعلمة بتسوي؟ شكلها بتنام ولا شيء؟ ما اعرف. هذه غرفتها. شوف كيف غرفتها كئيبة كذا معفنة. اخو ايش اخو؟ شامبو. حاخذ الشامبو. مكتوب تحت انه لا. شفتي؟ لا 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 بس او ماي جاد اشرب. او ماي جاد مسكتني. وهذا المرة حاخذ المكبر. شوفوا لقيت مكبر على المكتب. ليه ما اخذته من اول؟ شفتي مرة ثانية بسرعة. او ماي جاد خلينا اشرب. ايش هذا؟ افتح الباب. يس الحمد لله. طيب بس باقي ايش اللي احتاجه عندي؟ المغناطيس عند المكبر. برجع اخذ الشامبو يمكن احتاجه. يمكن اشوف كيف شكلي في المرايه. اعتقد ابى حبل كمان. حبل؟ في حبل هنا فوق الدولاب. هذا باخذه عشان اعلق المكبر. يمكن شفت الحبل؟ ايوه فوق الدولاب. اوكي طيب ممتاز اخذت الحبل. الحين لازم ادور على مكان اعلق المكبر فيه. مكتوب يعني في الشمس فلازم اطلع الحديقه. أيوة. مكتوب تحت بليس ماجنت سام وير ذا سان لايت هيتس. فخليني اطلع الحديقه. لعبت اللعبه بالكامل مره ثانيه. وعند المغناطيس والمكبر والشامبو والحبل بحط المغناطيس هنا في الشمس. اوكي ولازم اعلق المكبر اعتقد. ايوه مكتوب هنا لازم اعلق المكبر. طيب اول شيء لازم اربط المكبر فبحط المكبر هنا. اوكي واستخدم الحبل حتى اربط المكبر به. رميت المكبر ودحين بستخدم الحبل. دحين يمديني اعلق المكبر. اوكي اعتقد لازم اعلق المكبر على الشجره. خليني استخدم السلم اللي هنا.
حط السلم هنا، بعلق المكبر على هذه الشجرة. اوكي. اوه هنا كويس؟ يس. نشوف ايش حيصير دحين. اوه. طيب الشمس سيح المغناطيس. اوه ماي جوش. اعتقد لازم اخلي المعلمة تطيح على المغناطيس وهي تصير مغناطيس. اوه. طيب وهنا حطيت شامبو حتى هي تتزحلق. ايوه. فيلا نشوف اذا المقلب راح يزبط. اوكي يلا. شوف اذا راح يزبط. طاحت. صارت كورة. اوه ماي ايش هذا؟ وطاحت على المغناطيس وقامت هي صارت مغناطيس. شوف شكلها. شوف اذا الشوك اللي هي حطته في الارض راح تنجذب له. اوه ان شاء الله. هي ده مغناطيس. اه بيطلع الشوك. هي اللي حطت هذا كله في الارضيه. اوه ماي جاد. فتستاهل. اوه بتريح في الصيف مع الشمس. اوه جنب المسبح. بس ليش بتحط رجلها وهي لابسه جزمه في المويه؟ غريبه. تحتاج لوشن حق الشمس. لازم اخبس يوم على الحفله. اوه بوظت الجرس هذا. حتى الفت انتباهها. وادخل من هنا. حتحسي بانه احد على الباب. ايوه بس ما في احد. كذا ان شاء الله يمدينا اخذ راحتي وادور على اشياء. ان شاء الله. هذه غرفه الموسيقى. اوه في دهن هنا. خلينا اخذ الدهن. اوكي اخذ. ودهن ازرق. عندي اصفر وازرق دحين. حنزل هنا وشوف ايش في شيء هنا. yeah. هنا غرفة عادة اشياء حق العذاب. ايوه. وفي كرسي طيب فاضي هذا. او طيب كويس مكتوب لازم ابدل كرسيها بهذا الكرسي. اوه oh, يس yes. تمام طيب فلازم اطلع برا دحين وابدل كرسيها بهذا الكرسي. اوكي. حطلع من الشباك. يس. او هنا المسبح. ايوه. هذا كرسيها. oh, هنا yeah. شوفوا. طيب حشيل هذا كرسي. يلا شيله. وحط هذا. yes. بدلت الكراسي. بستخدم الدهن حتى اخلي هذا شكل الكرسي هذا نفس الشكل القديم. oh, ايوه. حتتلخبط دحين. uh-huh. واحتاج شيء يكهربها مكتوب تحت. oh. خلينا ندور يمكن في هذا البيت عادة في اشياء حلوة في هذا البيت. ايوه. هذا حق الكهرباء. يس. وهذا كهرباء. اوه لا. فاعتقد لازم اشبك هذا الشيء بالكرسي. اوه هذا مو خطير. خطير لها مو خطير لي. شوفها برا هي لسه برا عشان دقات الجرس من اول. طيب بشبك هذا على الكرسي حتى تتكهرب هنا. ويلا ان شاء الله يزبط المقلب. خليني اشرد دحين قبل ما ترجع. ايوه. شوفوه متحمسة. ايوه. تكهربت. اوه ايش هذا؟ كرسي العذاب. ما يمديها تقوم. اوه حتى هو تكهرب لو مسكها. هذا ايش يصير؟ ما حد تكهرب اذا مسكتيه يمكن انت تتكهرب. لازم تنتبهي. اوه هي الحين في الحديقة بتقطف توت. اوه ياي. اكيد عشان هي تاكلها كلها ما حد شارك مع حبيبها. I'm going to keep these cherries inside before I pick the rest. تحمست. طيب اعتقد المهمة سهلة اني لازم اخبص التوت حقها. مكتوب لازم اعمل فتحات في التوت. خلينا نضغط الجرس هذا حتى الفت انتباهها وادخل من هنا. مطبخ بفتح. اوه في مفتاح هنا. باخذ المفتاح هذا اللي في المطبخ. اوكي. في هذه الغرفة اكيد في شيء يساعدني على عمل فتحة. ايوه لانه هي دائما تستخدم ادوات هنا. شوفوا هذا اكيد. طيب دحين مكتوب اني لازم ادور على التوت حقها واعمل فتحات فيها. بس ايش احط في الفتحات؟ اكيد شيء انفجر. ايوه. اوه انا عندي مفتاح. طب خليني استخدم مفتاح حتى افتح هذا. اوكي. اوه لقيت القنابل. يس. فلازم احط هذه القنابل داخل التوت. اوكي. هي التوت حقها. اللي هي اخذت فعملت فتحات فيها. بعدين بحط قنابل. شوف شوف الفتحه. ايوه شوف. الحين بمليها بالقنابل. اوكي. حتى تنفجر لما تاكلها. خلينا نشرد الحين. يس اشرد بسرعه. فين احطها؟ خليني اعلقها على الشجره. اوكي. بعلقها على الشجره. اوكي يلا. اوكي لازم تشرد. لان هي حتيجي تقطفها. اوه لما تاكلها حتنفجر. بتمشي دحين. اوه حتقطف التوت جديد. يلا التوت. هذا التوت اللي انا مليته بقنابل. ايوه. بدات حتنفجر. ايوه حتنفجر. طارت الفضاء. كيف يا ما ماتت؟ ايوه. اوه العسل نحل. اوه لا. I need to be looking my best for the show tonight. اوه تبي تلبس شيء حلو. اوه بتحضر ايفنت كبير. هذا التيكت على السرير. ايش المهمة اتوقع؟ لازم الاقي تذكرتها. طبعا هي حطتها على السرير. بدق الجرس. يس. بطلع فوق من هذا الطريق حتى ما تشوفني. وبروح اجيب التذكرة. اوه عادي هجم. ولحظة لقيت شيء هنا. اوه شو سوبر جلو. طيب غرق. طيب اوكي يمكن هذا حيفيدني.
شكلي حلصق التذكرة على شيء. أخذ تذكرة هنا. أوه يا. إيش أسوي دحين بالتذكرة؟ أوه بحط التذكرة. ليش؟ على الجهاز اللي بيقص العشب الحشيش اللي برا. استنى أعتقد في شيء ثاني، أعتقد أحتاج حبل ولا شيء لسه. أيوه. خليني أشوف إيش فيه هنا. أوه حبل. حبل. Yes. طيب يمكن احتاج ايه هذا الزيت. خليني اشوف اذا اقدر اضبط مقلب بهذه الاشياء. ايه طيب لازم استخدم الحبل اول شيء واربط جزء منه هنا وبعدين الجزء الثاني على الشجره. بعدين بعلق التذكره على الحبل بالغره. شوف غريت الجزء علقت التذكره ودحين بحط زيت هنا عند المسبح. ليش وشود؟ خليني اشوف ايش حيصير. شوف استاذه مره متحمسه انها تروح الايفنت هذا. Where's my ticket? والتيكت وين؟ تذكرتها ضايعة. Oh no, I'll be late. حتتأخر. كيف تجري تدور على التذكرة؟ شافت التذكرة في الحديقة؟ حتسحبها. لا ذاك الجهاز بيجرها ودخلت المسبح. انهدمت مسكينة. وزبط المقلب ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. اذا عجبكم اعطوه لايك، واذا ما عجبكم اعطوه، واذا ما انتم متأكدين اتركوا تعليق تحت الفيديو. مع السلامة.